السلام عليكم. احنا جينا وشفنا اخبار الخير لعشاق الدبلجه والتعليق الصوتي خصوصا بمدينه الرباط، وتلبيه الطلبات اللي وصلتنا في الصفحه الرسميه ديالنا في فيسبوك. احنا رجعنا لكم في الدوره التاسعه واللي غتكون متميزه. زياد، نعم، شتني مالك لاكاج؟ لا، وشنو مالك؟ شتني المسلمين؟ وشنو؟ ولا صاحبي، شتني الحنين اللحظات اللي عشناها في إباك في الرباط في الدورة التكوينية الأولى ديالنا. كان أول تكوين، كنت نطلع على برلمان جسر داخل حدانا لاكاردي لغابة فيكينا غير هاد الجي التكوين ونزاها. واش جالس في علي بالفلاح؟ شكون هذا؟ لا ما تعرفوش أسيدي. ماشي مشكل، داكشي علاش جينا اليوم، باش نقولوا أننا غادي نرجعوا لمدينة الرباط، غنلبيو الكهرباء وغنلبيو حتى الناس اللي كيسولونا. إيوا مزيان، إذا كاع الحباب والصحاب اللي كانوا كيسولونا على الموعد الجديد ديال الدورة التكوينية، هالفرصة جات ما بين يديكم. يلا جبدوا دابا شي ورقة وسيلو قيدوا 15 و16 ابريل 2017 بمعهد إباك بالرباط. اذا غادي ندوزو نهايه اسبوع اللي غادي تكون ممتعه ومفيده جدا. اللي عنده الموهبه غادي نساعدوه باش يكون متميز، واللي عنده غير الاهتمام غادي نعرفوه اكثر بالميدان، ومن بعد غادي يدوز لمرحله الامتياز. وكيف العاده هذا راه ماشي كاستينغ او فرصه عمل، هذا فقط تكوين اللي يقدر يفتح امامك فرصه للشغل في مجال الدبلجه او التعليق الصوتي بالاراده والكفاءه ديالك. اللي بغى يقول زكريا ان هذا التكوين هذا غادي يساعدكم بزاف باش تنجحوا لي كاستينغ، سواء في الدبلجه او في التعليق الصوتي او للاشهار. وملي كنقولوا التعليق الصوتي يعني التعاليق اللي كتكون على مقاطع فيديو او على دي شين يوتيوب. وفكرنا بشروط التسجيل. بالنسبه للتسجيل، ما عليكم الا توجهوا دابا لمعهد إباك وكتاديوا الواجب ديال الاشتراك او ديال الانخراط اللي هو 700 درهم، ومرحبا بكم نهار التكوين. اذا كيف مشوا القضيه؟ راه سهله، ما كاين لا تعقد لا والو. في الاخر ديال التكوين غتحصلوا على شهاده ديال التكوين، وطبعا معهد إباك غادي يدير لكم تسجيل صوتي مجاني بصوتكم نتوما. اذا دابا كنظن كلشي واضح زكريا، والمزيد من المعلومات ما عليكم الا تصلوا بهذا الرقم هذا اللي هو الرقم ديال معهد إباك، اولا هذا الرقم هذا اللي هو الرقم الخاص بنا والخاص بالتكوين الاحترافي في مجال الدبلجه والتعليق الصوتي. كذلك ما تنساوش الا بغيتو تراسلونا يمكن لكم تراسلونا على هذا الايميل. اذا كلشي هو هذاك، ميعادنا يومي 15 و16 ابريل معهد إباك مدينه الرباط. السلام عليكم. كوبي ديال يلا. بسلام عليك. انا فين غادي؟ فين تغدى خويا؟ راه لا تي راه ماشي انا باكر، انت اللي فيك الجوع. انا ما فيش جوع. صافي سير تغدى وانا خدمه سالات. وانا راه شي هذيك الرباط زعما رانا في كازا. ومن بعد المهم واخا دابا شوف، راه شي وحدين كيسولوني قالوا لي بغاو يشوفوا الاجواء كيفاش دازت في الدورات اللي فاتت. كيفاش غيديروا؟ ساهله، غيدخلوا اليوتيوب غادي يكتبوا التكوين الاحترافي في مجال الدبلجه والتعليق الصوتي، وغيطلعوا لهم كاع لي فيديو ديال الدورات السابقه، وغادي يعرفوا كاع الاجواء. واخا صافي، وسير بصحتك. يلاه ان شاء الله فراسك. يلا احمد دير. واش باقي كتسجل؟ اشنو باقي كيسجل؟ زكريا يلاه تغدى معايا. فين؟ انا ماشي متغدى. يا كنت غتغدى وحدك. كرم الله خويا. الكرم دابا ولا فين؟